وجه الصحفيون العاملون في محافظة مأرب عريضة النداء الأخير للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية. تضامنا مع الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، حضر عشرات الإعلاميين في مأدبة إفطار جماعي أقامته المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى تحت شعار النداء الأخير لإنقاذ الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الإنقلاب. الفعالية التي أقيمت اليوم كانت محاولة بسيطة من أجل جمع الإعلاميين والصحفيين المتواجدين اليوم في مأرب، وحاولنا أن تكون طبعا تم توقيع النداء الأخير، والنداء الأخير تم التوجيه مباشرة نداء للمبعوث الدولي للأمم المتحدة، وهو اليوم هو الذي يرعى المشاورات. اليوم مضى 45 يوم على إضراب الزملاء عن الطعام، مضى عام وقليل يعني على اختطافهم، وهذه من العار ومن العيب أن يستمر هذا الوضع المخزي والمؤسف. وفي الفعالية تم تدشين التوقيع على عارضة النداء الأخير والتي سيوقع عليها كل الصحفيين اليمنيين داخل الوطن وخارجه، وتقديمها للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ للضغط على الإنقلابيين للإفراج عنهم. ما يعانيها الصحفيون الإخوة المختطفون في اليمن في السجون في سجون الميليشيات الذين أعلنوا يعني أو وقفوا ضد هذه الميليشيات، وبالتالي هذا جزء من تقدير ما قدموه لوطنهم أن يقف إخوانهم معهم في مثل هذه الوقفة ويعلنون هذه الوقفة خاصة بهم، ولذلك هي وقفة نداء كما أعلنها الإخوة هنا، وهناك قائمة توقيعات للمساندة الإخوة والوقوف معهم في هذه المناسبة. وتم وضع صور الزملاء المختطفين على مأدبة الإفطار تعبيرا عن شعور أماكنهم لدى أهاليهم وزملائهم، مؤكدين أن قضيتهم إنسانية ويجب الإفراج عنهم فورا. في مأدبة إفطار أقام الصحفيون اليوم في محافظة مأرب، دشن الصحفيون عريضة النداء الأخير للمطالبة بالإفراج عن زملائنا الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع. زين العابدين بن علي، قناة سهيل، مأرب.